صباح الخير يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله، دائما نقول الحمد لله على كل شيء بيمرق بحياتنا. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد وبدايه جديده، ودائما نقول يا رب يحمل هذا النهار لنا الخير، الصحه وجبران الخاطر واكيد الرزقه الكريمه. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه، واكيد اخبار اهالينا بالمحافظات السوريه ضمن تقاريرنا. بخلونا نبلش هذا الصباح بطاقه ايجابيه، بشيء هيك خلينا نقول الحب دائما لكل الاشخاص اللي حوالينا، لكل الاشخاص اللي غاليين بحياتنا، ودائما هيك نتفائل انه هذا اليوم يكون تعويضي ونقدر من خلاله نعمل شيء فاتنا بالايام يلي مضت. اكيد يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه، صباحكم رضا وامل وراحه بال، واكيد صباح المحبه يلي لقلوبكم يلي لازم تكون تبدا من داخلنا من انفسنا، لحتى يمكن ننشر هي المحبة للأشخاص اللي حوالينا ونتخلص من أي طاقة سلبية موجودة اليوم عنا. أكيد نحمي أنفسنا من أي شيء ممكن يعكر مزاجنا. إن شاء الله يا رب أيامكم الجاي بتحملكم كل الخير وكل المحبة، وأكيد نحن مثل العادة مشاهدينا بداية أسبوع جديد، يعني عنا فقرات عديدة ومتنوعة وتقارير بمحافظاتنا السورية، وأكيد رح نتعرف كيف عم تكون أحوال الطقس خلال هي الفترة، ولكن مثل العادة فاصل صغير ومنبلش. وكالعادة خلينا نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 17 شباط، كتير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1878 بدء العمل بأول شبكة هاتفية في الولايات المتحدة مكونة من 18 هاتف، وذلك في مدينة سان فرانسيسكو. بعام 1938 بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن، وبعام 1959 إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس الذي يحمل اسم فانغراد 2. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1955 مويان، أديب صيني وحاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 2012. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1673 مولير، أديب ومسرحي فرنسي. وأكيد مشاهدينا من رزنامة التاريخ لننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، ومجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة ضمن صباحنا لليوم، خلونا نتابع ونرجع. هل تعلم بأن تذكر كل ما هو جميل ومحبب قبل النوم يساعد في راحة الجسم أثناء النوم؟ وهل تعلم بأن الصوت الذي يصدر عن بطنك عند الجوع هو عبارة عن عملية تنظيف الأمعاء يقوم بها جسمك؟ وهل تعلم بأن الحديث مع الأم له نفس تأثير العناق ويساعد في خفض مستويات التوتر بشكل كبير؟ وهل تعلم أنه يعتبر النوم أفضل علاج مؤقت للهموم وكثرة الضغوط النفسية والتوتر والحزن لمساعدة الجسد على استرجاع قوته ونشاطه لمواجهة كل ذلك؟ وهل تعلم أن ظهور الشعر الأبيض قبل سن الأربعين سببه جيني وليس دلالة على التقدم بالسن وضعف الصحة؟ وهل تعلم أنه يوجد قانون في كرواتيا يجبر أولياء الأمور بالتوقيع على تعهد بأن لا يجبروا أبنائهم على الذهاب إلى المدرسة؟ وأخيراً هل تعلم أنه في حال كنت تشعر بالضغط العصبي والنفسي كل ما عليك فعله هو غسل الأواني والأطباق في المطبخ؟ فالعلماء وجدوا أن هذا الأمر يصفي الذهن ويقلل التوتر.
رح نروح لأولى فقراتنا لليوم، وكتير شائع بحياتنا وبنسمع جملة هادي قد ايه بنسمع أو منقولها نحن اليوم، أنا ضاع الوقت مني. صحيح. ما قدرت خلص كل مهامي، ما قدرت خلص كل شيء كنت مخطط له لليوم، صار عندي تراكم وضغوطات والوقت ضاع كيف ما بعرف. يمكن ما بين المهام وبين الإنجازات وبين أيضا الحياة الشخصية مفروض يكون عنا توازن، ومساحة كتير مهمة من التوازن بحياتنا لنقدر ننجز مهامنا، نعمل واجباتنا، وأيضا نحافظ على مساحتنا بالحياة الشخصية ونوصل لأهدافنا بالنهاية. ولكن هذا الشيء أكيد بحاجة ل نحن نتعلم ونكون كتير فهمانين شو يعني إدارة الوقت. أكيد رشا، اليوم مثل ما ذكرتي كنا بنملك يمكن 24 ساعة باليوم، ولكن كتير من الأشخاص اليوم بتلاقيهم بأنجزوا خلال يومهم، خلال تنظيم وقتهم كتير من الإنجازات والأمور اللي ممكن يحققوها، وبنفس الوقت الأشخاص لا ممكن يستغلوا هذا الوقت بطريقة كتير خاطئة. اليوم مشاهدين الأهمية الوقت كتير أهمية بحياتنا، لازم يكون من الأولويات الموجودة عنا. رح نعطي نصائح اليوم كتيرة كيف ممكن ننظم أوقاتنا بعيدا عن الفراغ وبعيدا عن الطاقة السلبية، ورح نخصص أكثر لطلابنا اليوم بالمدارس. أكيد تفاصيل كتيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم مدربة المهارات الحياتية الأستاذة رائدة بعكر. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن محور جدا مهم بحياتنا ودائما بيهرب مننا الوقت، هي شغلة عامة بتحسيها صفة عند الجميع قد ما حاولنا. اليوم إذا بدنا نحكي عن شو قاصدين اليوم بإدارة الوقت. أول شيء صباح الخير مرة ثانية. أهلا وسهلا. كل أياماتنا استثمار وقتي مهم ونظام وإنجاز إن شاء الله، ويكون كل أياماتكم فرح يا رب إن شاء الله. هلأ كتير أنا بيجيني أسئلة، نحن ما عم نلحق، ما عم نقدر نقعد مع أولادنا، ما عم نقدر نقعد مع عيلتنا، ما عم نلحق نقرأ، ما عم نلحق نرتب، ما عم نلحق نشوف العيلة، يعني هاي الأمور دائما الستريس الموجود بعملية إدارة الوقت. طب الوقت هو كتير كتير مهم، الوقت أصلا هو الحياة. فهذا السؤال اللي بيوردني أنا دائما من خلال إدارة الوقت، من خلال تنظيم الوقت، من خلال أهمية الوقت، نحن لازم نعرف أنه الوقت هو عملية متساوية للجميع. الوقت هو أثمن ما يملك الإنسان. أصلاً الوقت لا بقدر أحجزه ولا بقدر أنجزه ولا بقدر أنا حتى أني أنا أختزنه أو أقدر خبيه أو أستأجره. الوقت هو متاح للجميع بالتساوي. كل العظماء أصلاً كان عندهم نفس الوقت، لكن اليوم إن شاء الله بإذن رب العالمين رح نفهمه شو معنى تنظيم وترتيب الوقت، وليش الوقت مهم عنا بالحياة، وشو هو أسباب مضيعات الوقت، وشو هو لصوص الوقت، ورح نعرف شو أهمية التقنيات. فقبل ما أبدأ إن شاء الله اليوم رح نشوف شو الفرق بين إدارة الوقت وتنظيم الوقت. هلق إدارة الوقت، تنظيم الوقت هو أني أنا رتب أولوياتي ومهامي وأعمالي وأنشطاتي بشكل متناسق ويتناسب مع جدول زمني، بينما إدارة الوقت هو الكيفية اللي أنا بدي رتب فيه هالأعمال وهي الإنجازات ضمن أولويات محددة في وقت أقل وجهد أقل حتى وصل لهدفي وأشعر بالرضا وأشعر هيك بحالة ذهنية صافية أني أنا وصلت لأهدافي. ففي فرق كتير بين العمليتين. طيب شو هي أسباب مضيعات الوقت يلي نحن الطالب بيضيع وقته والأم بتضيع الوقت وبمر نهار وبقولوا لك والله اليوم ما لحقنا نعمل شيء؟ طب ليه عندي هذا أنا هالوقت هذا اللي بيضيع؟ والفعلا الكل والله فتنا بالحيط اليوم راح نهار، وما علما أنه الوقت هو 24 ساعة للجميع، والساعة 30 دقيقة، والأسبوع عبارة عن 1440 ساعة. طب ليه العالم عم تستفيدوا في عالم لا؟ أول شيء المعتقد والاعتقادات السلبية عن الوقت اللي يتوارثوها الأبناء من أهليهم، إن الوقت ما له أهمية، الوقت ما بيفيدنا، فصار عندهم هني بالعقل هاي الاعتقاد السلبي عن الوقت، لأنه كانوا الأهل نوعا ما يضيعوا وقتهم ويدوروا بحلقة مفرغة ما له الوقت أهمية، يلا خلينا عايشين كيف ما ضربناها بتجي. فالولد بده يتأثر بهي السلوكيات تبع الأب. غير هيك التأثيرات الخارجية من الرفقة والبيت والأسرة والمجتمع والمدرسة، بشوف رفيقه ما منه منتظم بيتعلم. والمعتقد السلبي اللي هو أنا الصورة الذاتية عن نفسي تنعكس على الواقع الموجود خارج، فبالتالي بصير أنا ما عندي إدارة صحيحة للوقت، غير أنه هو ما بيعرف أهمية الوقت وما عنده هدف بحياته. اللي ما عنده هدف بحياته ليه لينظم حياته؟ فهي كلياتها من أسباب ضياع الوقت. طيب بما أنه عرفنا أسباب ضياع الوقت، شو هني مضيعات الوقت للطالب حصراً
وللأم وللبيت. أنا عم وجه هذا الكلام بشكل عام لكل شرائح المجتمع. نعم. مضيعات الوقت، المماطلة والتأجيل والتسويف. يلا اليوم، يلا بعد شوي. ليه؟ بكرة. لأنه ما عنده رغبة، ما عنده حماس، خايف. فكل هذا الشيء بيخليه يأجل يوم ورا يوم ورا يوم. غير هيك الخلط بالأمور يلي بده يعملها. طيب أطبخ اليوم ولا أدرس هاي المادة ولا أروح لهاي المادة، بتشتت بين أهم مهام الأمور وأولويات الأمور، ما بعود يعرف حاله من وين بده يبلش وكيف بده ينتهي، فبضيع وقته. أيضا من أسباب مضايعات الوقت المقاطعات الذهنية والمقاطعات الاجتماعية. بكون أنا عم بدرس مادة، برن رفيقي، لازم رد على رفيقي، ألو كيفك، أو بيجيني ضيف بدون ما ياخذ موعد، بيروح بضيع لي وقتي. غير هيك المقاطعات الذهنية، بكون قاعد أنا عم بدرس والله بيخطر ببالي فكرة من الماضي، فكرة من المستقبل، بضيع وقته. ومن أهم وهلق هيك بقولها، عدم القولة لا. يعني أنا بدي يجيني ضيف ما بقدر أقول له لا، بكون أنا عندي شغل، إيه تا أهلا وسهلا فيه، لأني بستحق أقول له ما تجي. متعودين نحن، متعودين إنه ما نرفض. دائما قول لا، هي من أسباب مضيعات للوقت. حتما الملل، أنا مالل، ما عرفان اليوم شو بدي أعمل، والله شاعر بإحباط. طيب ليه هذا الشعور الإنسان بيشعر فيه؟ الملل لأنه ما عنده هدف بحياته. قلة التركيز من أهم مضيعات الوقت. بيجي لأقرب كتابي بسراح كمان قلة التركيز من أسبابها. والمجهود المكرر، يعني بكون أنا مثلا عم بقرأ مادة، بروح بقرأ مادة تانية وبرجع بدي أقرأ المادة الأولى، تشتيت، صار في تشتيت. تمام أستاذة رائدة، يعني حاولنا نعطي تعريف مبسط للمشاهدين اليوم عن الوقت، عن أهميته، عن كيفية إدارته، وكنا عم نحكي عن الأسباب اليوم اللي بتؤدي لضياع الوقت. ذكرنا ممكن تكون عوامل مكتسبة، اليوم الطالب أو الطفل يكتسب هذا الشيء من الأشخاص اللي حواليه، ممكن تكون كمان عوامل وراثية. هلق نوعا ما قلنا مكتسبة، مكتسب. معناتها هي مهارة. يعني هاي المهارة اللي أنا هي إدارة الوقت، لازم أعطي أسس، مفاتيح، قواعد، وعلمهم هاي المهارة وأسقلهم مهارة إدارة الوقت. على الأقل بدي سيستم، يعني أقل شيء بدي 21 يوم لعلمهم هاي المهارة حتى يتغير سلوكهم على أرض الواقع. تمام. طيب أنا ليه بدي أغير وقتي؟ شو أهمية الوقت؟ لحد هلق أنا ما شرحت لي أنا لازم نظم وقتي. أهمية الوقت مثل ما قلت حضرتك هي مهارة لازم اكتسبها، لأنها بدها تفيدني بالحياة العادية وبدها تنعكس على توازني بالحياة من كل النواحي. من أهمية الوقت فعلا أني أنا أقدر أتحكم بوقتي، مو وقتي يتحكم فيني. صحيح. أنا سيطر على وقتي، أنا وجه وقتي، مو وقتي خلي يوجهني. هاي على الصعيد الشخصي، أني أنا وقت أنا بنظم حالي تكون بحالة ذهنية صافية، أي مشاكل بالحياة الزوجية العادية الاجتماعية أنا بصورة ذهنية صافية، ما عندي توتر، نتيجة تنظيم لوقتي بقدر حل مشاكلي، صعوبات، التحديات، الطوارئ، لأني أنا منظمة وقتي. أنا بقول أنا آخر رواق، لكن أنا إذا من جوا فوضى وما عندي رواق، كيف بدي نظم وقتي؟ لأنه اللي جوا رح ينعكس على اللي برا، فبالتالي رح يزيد عندي وقت. هذا الوقت اللي عم يزيده نتيجة التنظيم والترتيب والتقسيم بشكل جدولي رح يخلي عندي طاقة، هاي الطاقة رح استخدمها لذاتي، استرخاء، قراءة، مهارة، تطوير، أقعد مع عائلتي، شوف أولادي، روح لعند أصدقائي. يكفي أني أنا أشعر نتيجة الإنجازات الكبيرة اللي عملتها بحماس وشغف، بتخليني أنجز أكثر وأكثر وأكثر، وما يعد عندي إحباط، وصير عندي تفاؤل ورضا وسلام مع نفسي لأقدر تابع نهاري. لكن إذا أنا ببوء في فوضى ومشتتة وغير منظمة ما رح يطلع معي شيء. صحيح. طب ما ممكن اليوم ظروف الحياة تكون هي سبب هذا التشتت؟ يمكن في مو كل الأشخاص عندهم نفس المهارات والقدرات لتنظيم الفوضى الداخلية، فهون يمكن بيكون عندهم وضع أصعب من غيرهم. يعني بدنا نحاول، كتير حلو السؤال، وفعلا نحن هلق بس كلياتنا في توتر. طيب انا اذا درت وقتي، نظمت وقتي بشكل يتناسب مع قدراتي، لانه انا قدراتي غير قدراتك، فانا وقت بنظم قدراتي من خلال اعرف قدراتي النفسيه واعرف قدراتي العقليه. يعني اذا بقى انا الكتاب بده معي ساعه، ممكن احط له ساعتين،
ما عندي خلق للأعذار، الوقت متاح. فأنا إذا بدي من أسباب مضيعات الوقت هو أنك أنت تتذكري الماضي والأعذار والمستقبل واللي عم بيصير، فبصير عندك ضغوط. هاي الضغوط بتخليكي ما تنظمي وقتك وتعيشي بفوضى. تمام. طيب خلينا نتوجه شوي لطلاب الشهادات اليوم، نعطيهم نصائح لكيفية تنظيم أوقاتهم بالدراسة. أكيد أنا بهمني كتير هذا الموضوع، مو بس لطلاب البكالوريا، لكل حدا بالحياة، لأنه الحياة هي مستقبل، والمستقبل هو الوقت. والناس المتفوقين صدقيني تماما بيكون إدارتهم للوقت بشكل صحيح. من أولى ومن أهم، أعرف مهارات إدارة الوقت. تدير وقتي أنا، طيب أعطينا مهارات. حدد أهدافي، أنا طالب بكالوريا، أنا شو حاطط هدف للمستقبل؟ حدد أهدافي، لأنه إذا ما عندي أهداف ما عندي وقت، ما عندي زمن، من يعيش؟ حدد أهدافي، رتب وقسم ونظم وقتي حسب الأولويات للطالب اللي بده. يعني المهم بحطه بالأول، الأهم بحطه بأقل، اللي ما بدي إياه بكبه، بعمل إلغاء حظر، مثل بيقول إعادة مصنع، بحظره. اللي ما بيفيدني بضيع لي وقتي بشيله. لازم أعرف أنا وين مضيعات وقتي كطالب وأقضي عليها. مثلا كتير بيقولوا لي يا أنسة نحن المماطلة، كيف بدنا نخلص من هاي المماطلة؟ أعطينا حل للمماطلة أو التأجيل أو التسويف. اعملي المهام المتشابهة مع بعضها، قسمي الوقت، بلشي بالمادة الصعبة وقسميها على مراحل، حتى لو كانت صعبة بلشي فيها. دائما نحن بنهرب منها لآخر مادة. لا، انت قسميها مثل اللي حامل شنطة كبيرة على ظهره، لا حطي يم شناتي وخففي. قسمي، اجمعي المهام المتشابهة. يعني أنا بقرأ علوم، بقرأ العلوم، ما بروح على مادة رياضيات. حاول المواد المتشابهة مع بعض وأعمل في تقنية كتير بحبها خصوصا للطلاب بهالوقت اللي بهني بيشتغل فيها بالمادة الصعبة. عدي للعشرة، بس لقي حالي أنا تهت، عدي بشكل تنازلي 5 ثواني، 5 4 3 2 1 وارجعي. هيك ما بتخلي عقلك الواعي ياخدك انه انا لازم سوف، او انا هاي المادة صعبة انا لازم ما اعملها، او لقيتي حالك اني مادة صعبة تركي، روحي مشي 5 دقائق، طلعي بالطبيعة، طلعي وارجعي كفي مهمتك، ضلي كفي مهمتك لتخلص، مو كل شوي تروحي هاي للمماطلة وكافي حالك وخليها عادة، ما عاد تماطلي يلا لبكرة واللي بعد، لأنه بتخليها عادة. الملل أكتر شيء نحن ملينا، خصوصا بكرة بشهر الانقطاع ملينا. شوفي شو هي الأوقات اللي بتحسي فيها بملل، عالجيها. وقت الملل قعدي اعملي استراحة، مارسي هواية، العبي رياضة، قعدي مع العيلة، أي شيء، اعملي عمل تطوعي، خدي يوم كافئي حالك فيه حتى تجددي طاقتك. التركيز 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 اصلا بالماده او باي ماده او اي شيء بالحياه يعتمد على الاراده. بقدر ما بتكون ارادتك قويه وعزيمتك قويه رح تركزي. يعني انا بطلع بالطالب، انا لاني بعطي رياضيات، اللي مو مهتم ما بده، مو مركز ما بيتعلم. في قانون اسمه قانون باركنسون بيقول اعطي 20% تركيز تاخذي 80%. يعني انت ركزي، شجدي حالك هيك مثل ما بقول لهم، لملمي لحالك شوي، احلى ما تضلي كل النهار تقراي بهالماده، ركزي 20 ثانيه، ركزي 20 دقيقه تحصلي على 80%. والماده انت ملاحظ كثير انه قبل الماده بصير اسرع الطالب. ليه؟ لانه خاف انه الوقت ما عاد يقضي. ممكن تحطي يومين، تاخذي اليومين كلهم، يعني الوقت يتمدد بحسب ما انت حطيتي له. اكيد حطيتي له يومين بياخذ يومين، حطيتي له ساعه بياخذ ساعه. فلذلك قدر الوقت لكل مادة حسب قدرات كل طالب. التقنيات الثانية غير هي مهارة الأهداف، تخطيط مهم كتير، والقول لا، أنا مشغول عندي هدف بحياتي، ما رح خلي حدا يقاطعني عن هذا الهدف. ونظمي التنظيم وعدم الفوضى، مو بس الفوضى الخارجية، الفوضى الداخلية اللي أنت بتعيشيها، أفكارك وين بتسرح وين بتروح، لأنه وقت بتكوني أنت برواق رح يكون من برا برواق. أكيد. لأنه داخلك رح ينعكس على خارجك ورح ينعكس على كل جوانب حياتك الداخلية والخارجية وعلاقاتك، كل شيء رح يتأثر بتنظيمك لوقتك وقت بتكوني منظمة نفسك.
طيب نجي بعدين للتقنيات الثانية، حطي خطة فعلية، أنا هلق وين راح وقتي؟ طيب شو راح يصير بعد، إذا بعد مدي أنا شو ممكن أعمل؟ شو المشتتات بعديها؟ الغي. حاولي دائما تعملي قائمة من الليل، ورقة وقلم، ما بقلك أنا ورقة وقلم، 1 2 3 ما ورقة وقلم، هيك أنت بينك وبين حالك، بكرة بدي بقى. وبالليل أو أول ما تصحي، أول ثواني أنا بدي أعمل 1 2 3، أنا بقولهم ابدأ الآن بترتيب تختك، لأنه وقت بتبلشي بترتيب تختك يعني كأنك بلشتي بترتيب نهارك. أكيد. نرجع عاد للعادات الثانية اللي أنا من خلالها بزرع عادة أو مهارة إدارة الوقت عن طريق البرمجة العصبية يلي أنت تبرمجتي عليها سالبا، شيلي السلبي وحطي الإيجابي. أنت كرري بينك وبين حالك رسالة دائمة بمدة 21 يوم، أنا مدير عظيم لوقتي، أنا يوم بعد يوم. كرري هالتأكيدات الإيجابية وتخيلي حالك فعلا عم تديري وقتك بشكل صحيح، وأنت متخيلي هدفك ونجاحك، قد أنت تكوني سعيدة وكأنه فعلا تحقق هذا الهدف. كرريه، خلي هاي الصورة الذهنية اللي نحن زرعناها وهذا المعتقد عن الوقت أنه الوقت ما له أهمية، خليه يتغير. نعم. وفي تقنية 8-8-8، 8 ساعات نوم، 8 ساعات عمل، 8 قسمي مثل ما بدك، مو نهار 24 يوم. أكيد. إذا بدي أعطيك في تقنيات رائعة، في 1-9-90، يعني 1 خليك تفكري بالماضي، و9 تخطيط. شو بتفيد تفكيرنا اليوم غير تشتت؟ هاي المشكلة. ما لو انت مشان انت وقت بتقسمي وقتك ما فسحتي مجال للتفكير اكثر من واحد بالماضي. كيف الواحد في يسيطر على حاله استاذه بهي الفكره؟ يعني بتسيطري على حالك وقت بتحطي هدف وبتتوقعي نجاحك وبتتوقعي فوزك وشو راح يصير، لانه انت اذا بدك تفكري راح يصيبك احباط، راح تضلي بمنطقه الراحه تبعيتك، وهذا الشيء بياثر على الوقت وعلى نفسيتك. حتى ذكرتي كلمة وقلتي إنه إحنا لازم نتعود نقول كلمة لا بالوقت الغلط، إنه أنا عندي مهام، عندي هدف عم أشتغل عليه، ويمكن هدول نستخدمها مع لصوص الوقت. وذكرتي إنه هن اللي بيقطعوا بيعملونا تشتت ذهني، تشتت اجتماعي. إذا هيك بدنا نعمم القصة، مين هن أكثر الأشخاص اللي ممكن يكونوا سبب إضاعة وقتنا؟ الاتصال، الهواتف، الاجتماعات يلي بيدعيكي مثلا بيقول لك شو رايك اليوم ناخذ غدا، بتضطري تتركي وتروحي. كلنا بنروح، بس صدقيني اللي عنده هدف بحياته ما بيشوف غير الهدف اللي قدامه، بينام وبيقوم. هلا كيف انا بدي اتدارك هذا الموضوع؟ هون انا بدي، عرفت انه في مقاطعات وفي زيارات غير متوقعه وفي هواتف، نعم ولكن، يعني فيك تقليله، نعم رح روح بس والله هلو كام يوم أنا مشغول، ممكن تذكرني. وفيك تاخدي تقنية أنا بحبها كتير، شو رأيك بعد ما نخلص شغل تاخد ساعة وبقعد أنا وياك، ولا بتفضل إسنا 5 دقائق؟ ورح يقلك لا بس تخلصي أنا بدي أقعد معك. كتير حلوة، وما تردي فورا، خدي هيك فكري، يعني إذا أنت دغري رديتي رح تضطر تقليله إيه رح روح، لكن تاخدي هيك بريك صغير رح تقولي له والله ليك بس شو ساعة أو نص ساعة برد لك خبر. هلا قوي رح يفهمها أنه أنت عملياً ما رح تروح. تمام. ببداية حديثنا معك ذكرتي أنه في مهارات لازم يتقنها الشخص اليوم لحتى يكون قادر أنه ينظم وقته، إن كان على الصعيد الشخصي أو إذا فينا نقول صعيد العمل اليوم. شو هي المهارات اللي لازم نمتلك اليوم لحتى ننظم وقتنا؟ دي لازم يكون في مهارة عند الشخص، إن كانت بالصبر، إن كانت بالمرونة، بضبط النفس والأعصاب، قد هي المهارات لازم تكون موجودة عند الشخص لحتى يكون أكثر إنتاجية؟ يعني أكثر مهارة ترتيب الأولويات والمهام، يعني رتب الأولوية، حتى الأشخاص رتبهم بحياتي، حتى أصدقائي رتبهم بحياتي، كل شيء بالحياة رتبه بحسب المهم، والفوضى شيلة اللي هي المضيعات، أو فوض غيري. يعني أنا مثلا والله اليوم أنا ماني فاضية، خلي حدا واثقة فيه يعمل هذا العمل. مبدأ أني أنا أقدر واجه أي طوارئ بالحياة. هاي مهارة كتير مهمة، مهارة السيطرة والتحكم على الطوارئ والتحديات اللي بتصيرك فجأة. يعني أنت بتكوني قاعدة فجأة لا سمح الله، يعني لا سمح الله مثلا هلق أنا جاي على المقابلة صار معي شيء وتعطل هذا طارئ، شو بقدر أنا بعمل بهاي الطوارئ؟ هني أكيد رح يكونوا في بديل،
أنا هوني دائما بحط تفويض، بحط حدا يعمل هذا التفويض ويعالج هذا الطارئ اللي صار معي. هاي من أهم المبادئ، أنك أنت التنظيم. رتبي، نظمي حتى المكان اللي بتقعدي فيه، حتى تديري وقتك فيه يكون منظم، ما يكون في فوضى. حتى الأوراق اللي ما أنك بدك إياها شيليها. مهارة ترتيب الأوراق والمكتب كتير مهمة بعملية إدارة الوقت. أكيد معلومات جدا مهمة. وإذا رجعنا للنقطة الأهمية المهمة بحياتنا، هي تربية هذا الطفل على احترام الوقت. يعني شفنا نجاح كتير كبير بالمجتمعات الغربية قد ما بيهتموا بهذا الناحية بحياتهم. نحن اليوم ما في داعي نروح لل 21 يوم، إذا عن جد مؤسسين صح فنحن أكيد رح يكبر هذا الطفل على هذا التنظيم. تماما. نتشكر وجودك لليوم، نتمنى لك التوفيق لك ولطلابك. كل أوقات تكون حلوة مثل حكايتكم. تسلمي لي كلك. بالختام بدنا نشكرك كثير، الاختصاصية التربوية ومدربة مدربة المهارات الحياتية رائدة بعكر. أهلا وسهلا فيك أستاذة. شكرا كثير. شكرا لصباحكم. أكيد مكملين لحتى نروح، كنا عارف كيف حيكون طقسنا. تعودنا كل نهار سبت نروح باتصال هاتفي للمتنبئ الجوي حسان الجوردي لنعرف كيف حيكفي طقسنا خلال الأسبوع. نحن هلأ عم نشعر بالمنخفض، ومرق يومين كان كتير برد، رح نعرف أكثر هل حيستمر أكثر من هيك، هاي حيصير ارتفاع درجات الحرارة، وشو هي درجات الحرارة المتوقعة. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يا ريت هيك تخبرنا كيف حيكون طقسنا ببدايه هذا الاسبوع وبالايام المقبله، ايمتى حيخلص هذا المنخفض؟ هل نحن على موعد مع منخفضات جديده امطار بشكل عام؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لإليك، للاخباريه السوريه، لزميلتك، لك الاعمال. بشكل عام نحن بدنا المنخفض الجوي اللي عم يتاثر فيه، ومبارح كان في هطولات كانت متميزه بالساحل السوري تصفد بالغزاره. اكبر كميه هطول كانت بمحافظه اللاذقيه في منطقة بوقة 130 ملم، بمركز المحافظة باللاذقية 68 ملم، بالفرداحة 30، مطار الشهيد باسل الأسد 24 ملم، بالصنفة 31، بالسلبية 9. في مدينة طرطوس بمركز المدينة تقريبا 8.5 ملم، ببانياس 24.5 ملم، بالطاقيطة 5، بحلب تقريبا 1 ملم، بالرهط 4 ملم، بخناصر 8 ملم، جرابلس 7 ملم، إدلب 4، بالعاصمة دمشق كان في هطول 2 ملم، بالقنيطرة 22، بالغاية 11، السويداء 4 ميلي، المنطقة الوسطى 5.1، السلمية 11 ميلي. المنخفض الجوي مستمر معنا والهطولات مستمرة لليوم في أغلب المناطق، والهطولات خصصت بالغزارة وتكون مترافقة بالحبات البرد والعواصف الرعدية ببعض الأحيان، خاصة بالمناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية. لا بشكل عام اليوم الحرارة في عليها ارتفاع بشكل طفيف، بس بتضل أدنى من المعدل، وممكن ببعض المناطق تكون حول معدلاتها خلال ساعات الليل. الأجواء الباردة هي سيدة الموقف، يحذر من حدوث بقية بالمرتفعات الجبلية وتجاوز ضباب في بعض المناطق الداخلية بالقلمون بالوسطى بالمناطق الشمالية الغربية. الرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات عم تتجاوز 60 كيلومتر بالساعة بالمنطقة الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر 18 درجة مئوية. الأنهار بكرة الفعالية الجوية بتضعف شوي، بس بتضل الهطولات موجودة والفرصة بتضل قائمة بأغلب بمناطق متفرقة عارف من البلاد. الهطولات بتصفت بالغزارة ببعض الأحيان تحديدا بالمنطقة الساحلية، وخلال ساعات الليل بتستمر الأجواء الباردة مع حدوث الصقيع بالمرتفعات الجبلية والضباب بالقلمون وبعض المناطق الداخلية، إضافة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة. اعتبارا من يوم الثلاثاء بتبلش الفعالية تضعف، وبتضل فرصة الهطول موجودة بالساحل على شكل زخات عشوائية من المطر، والأجواء بتكون بين الصحوب والغائم جزئيا، والحرارة بترتفع لحتى تكون الحرارة نهاية الأسبوع تقريبا أعلى من معدلاتها بأغلب المناطق، مع احتمال تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية بشكل عام. هلا بس نحن بنحذر من غزارة الهطول المطري بالمنطقة الساحلية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بالمنطقة الوسطى بالقلمون بالمناطق الشمالية الغربية بسبب تشكل الضباب بهذه المناطق. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق اليوم 14/4، القنيطره 10/3، القلمون المرتفعات الجبليه 7/2، درعا 14/5، السويداء 12/5، المنطقه الوسطى 5/13/6، حماص 13/6، الحبكه منطقه الجزيره 14/5، بالساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 18/12، بالشمال حلب وادلب 14/6، بدير الزور الرقه ابو كمال المنطقه الشرقيه 16/7، واخيرا بالباديه السوريه مدينه تدمر 15/6.
شكرا لك استاذ حسان الجردي ولكل المعلومات يلي ذكرتها، وان شاء الله هيك بردا وسلاما على سوريا الحبيبه. ونحن اكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه، ووصلنا لفقرتنا الطبيه، واليوم رح نضوي على موضوع جدا مهم وجدا شائع للاسف يا هايتي. اكيد رشا، وكلنا بنعرف قد ايه اليوم مشاهدينا العين حساسه وممكن تتعرض لكثير من المشاكل بالحياه. اليوم عم نحكي اكثر عن شبكيه العين، هي الطبقه الاعمق في العين، وهي جزء شفاف بيحتوي على ملايين الخلايا الحساسة للضوء، والتي تستقبل الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الرؤية. أكيد يا هايدي، اليوم هاي الحالة هي حالة شائعة ومنشوفها عند ناس كتير، ولكن اليوم قدمهم الكشف المبكر عن هاي الحالة. هل الكشف المبكر اليوم قادر أنه يسيطر على موضوع الشبكية ويكون شافي ببعض الحالات؟ هل يمكن الكشف المبكر أنه يبطئ، خلينا نقول، أو عملية تقدم الحالة عند الأشخاص؟ شو هي أهم طرق العلاج؟ شو هي الأسباب؟ وهل الأعراض حتكون ظاهرة على هذا الشخص؟ معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور أحمد مصلي، أخصائي بأمراض العين وجراحتها. يسعد صباحك يا دكتور. يا صباح أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. موضوعنا اليوم بهم الأشخاص يلي عندهم مشاكل اليوم، مرضى السكري، حابين نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد باعتلال العين السكري. طبعا مرض السكري مثل ما تفضلتوا مرض شائع عندنا بالبلد، موجود عند كثير ناس وبصيب أعمار مختلفة، يعني ممكن نشوفه موجود عند الصغار بالعمر، لكن الأغلب هي الفئة العمرية الكبيرة، يعني وسطيا بالخمسين سنة، يعني قولوا أنماط، النمط الشبابي والنمط الغير معتمد على الأنسولين اللي بيصيب الكبار. هلأ هو كمرض سكري بيصيب كل أجزاء العين بصراحة، يعني مو بس الشبكية، يعني بيصيب الأقسام الأمامية، بيصيب حتى الأشفان، بيصيب بيأثر على نقص الدمع، ونحن فايتين جوات العين هيك لنوصل للشبكية، وهي الطبقة الأعمق والأكثر أهمية بالنسبة لنا. ليش شبكية مهمة أكثر من بقية الأقسام؟ هذا القسم شو بيتلف منه السكري خلص ما في مجال لتصليحه، فالكشف المبكر هو يعني درهم الوقاية، هو الأساسي عندنا بالحالة، لأنه إذا كشفنا مبكرا فنحن بنحافظ على سلامة الشبكية عن طريق إما ضبط السكر بالتنسيق مع الطبيب أخصائي الغدد السم والسكري، مشان ما تتطور الحالة لحالة بحاجة علاج. وإذا تطورت الحالة من الحالة اللي بس بدها ضبط السكر لحالة اللي بدها تقديم أي نوع من العلاج، فنحن بهالمرحلة هاي بصير بدنا نقدم العلاج لنحافظ على الموجود. يعني إذا كان المريض عم يشوف 10 من 10 ومبلش عنده إصابة، فبنعالجه مشان نحافظ على 10 من 10. لكن لما بيجينا تدهورت رؤيته، واغلب مرضانا بصراحه للاسف بحب يستنى، يعني يستنى ليتاكد انه فعلا فقط انا بالنظر، بعدين بيروح تماما بيروح عند الطبيب، بصيرنا نحافظ له على القسم المتبقي. فمشان هيك يعني دائما بنحب ننوه وننبه، وهيك جهودكم الكريمه، انه لازم السكر دائما نفحص قبل ما نشكي. طيب دكتور، ذكرنا مرض السكري وهو مرض شائع، وعندنا سكر اطفال، سكر شباب، السكري المعروف بالاعمار المتقدمه، ولكن اليوم هل اعتلال الشبكيه هي سبب فقط مرض السكري او في اسباب اخرى؟ ما في شك عندنا مجموعه كبيره من الامراض بتاثر على الشبكيه. الشبكيه هي نسيج يحوي على اعصاب واوعيه، فاي مرض بجسم الانسان بيأثر على الأعصاب أو الأوعية بنكشفه نحن من الشبكية، لأنه بيكون في عندي تظاهرات على الشبكية. وهذا مجال التعاون بين أحياناً بين أطباء الغدد مثلاً أو أطباء الاختصاصات الأخرى، بيحبوا يعرفوا مثلاً، أحياناً بيكون الموضوع مو شكوى عينية، بيجينا المريض استشارة من طبيب السكري أنه شف لي هل السكري عنده قديم للمريض ولا هو شيء جديد، لأنه بجوز المريض ما بيعرف أنه معه سكري، وطبيب الغدد مستحيل يقدر يعرف مثلاً إذا ما إحنا شفنا وفحصنا قعر العين وشفنا أنه الشبكية مبلش فيها اعتلال، مبلش فيها إصابات، لو المريض ما عم يشكي من شيء، فنحن لما بنلاقي في بداية إصابة بالشبكية بنخبر أنه السكري عنده قديم، بس هو ما له عرفان المريض. ولكن إذا لقينا الشبكية سليمة، هذا دليل أنه غالباً السكر عنده جديد أو جسمه مقاوم شوي على إصابة السكري.
تمام دكتور، خلينا نروح من الأسباب ونحكي عن الأعراض اليوم. بنسمع كثير أنه هذا المرض ممكن ببداياته ما بتكون الأعراض واضحة بعد فترة، هل هذا الشيء صحيح؟ وخلينا نوضح شوي الأعراض أو العلامات اللي ممكن تظهر عند الشخص وفعلا يعرف ويتأكد أنه عنده اعتلال عين سكري. هلا غالبا المريض إذا كان هو اوريدي مشخص داء سكري فهو عنده أعراض أخرى جسدية يعني لها علاقة بداء السكري. بيجي المريض هو عادة السكري له يعني اتجاهين، في عنا اتجاه بيروح بحب يصيب الأوعية الدقيقة الناعمة، وفي الاتجاه الثاني اللي بحب يصيب الأعصاب. فمشان هيك بنلاحظ في عندي نمطين من الناس، ناس بتشكي إصابات عصبية بتلاقي في خدر وتنميل بأصابعها وكذا، وناس بتشكي من الاصابات الوعائيه اللي بنسمع فيهم تبع القدم السكريه والشخص اللي تاثر وصار بده بتر اصابع وكذا. المهم المريض عاده حتى يشكي عينيا يعني يصير عنده شكوى عينيا غالبا بيبقى بيعرف حاله، يعني 90% من المرضى بيعرف حاله انه مرضى سكري. بعد عده سنوات من الاصابه من السكري ولحط بين قوسين المهمل، يعني انه المريض سكره مهمل، المريض اللي سكره مضبوط غالبا ما بصير معه شيء. يعني المريض اللي سكره عادة تحت أرقام 140 مثلا ما بتصير عنده إصابة شبكية، ما بصير عنده إصابة عينية، ما بصير عنده أي شكوى. ولكن المريض اللي تارك سكره 200 و300 و400 وجاي بعد 4-5 سنين يقول لك بلشت إشكي، شو الأعراض مثلا بشكي فيها؟ هلأ أول شيء الغباش، يعني ما عاد شاف منيح، صارت الرؤية مو واضحة، الشيء اللي عم بيطلع عليه صار معروج مثلا، ما عاد له هالاستقامة، صار له انحناءات وميلانات، هذا كله بسبب الوزمة اللي بتصير بمركز الرؤية. أحياناً بيجينا المريض مرحلة أكثر تقدماً، غياب للرؤية بسبب نزف صار عنده جوات العين، نزفت الشبكية من أوعية مستحدثة بسبب داء السكري، فأدت لغياب الرؤية، وبصير اللي بيقدر يشوفه هو حركة إيد أو ضوء لحد ما نقدم له العلاج المناسب. طبعا أنا ما تطرقت للأعراض العينية الأخرى، نحن عم نركز على الشبكية شوي، ولكن في عدة أمور أخرى لها علاقة بالسكري. جفاف العين ممكن يكون سببه سكري، هبوط الأجفان بتهبط بسبب ضعف الأعصاب اللي بترفع الجفن كمان بسبب داء السكري. احيانا بيكون عرض معاكس، نقص تصريف الدمع بسبب انه المضخه تبع الدمع ما عاد تشتغل مزبوط فبصير دموع عكس الجفاف. اصابات القرنيه بالجفاف، اصابات البلوره بالساد، المي البيضاء المعروفه بشكل عام، وعندي اعراض اخرى كثيره يعني. ولكن نحن اللي بيهمنا بالاساس هي الشبكيه، لانه الشبكيه لما بتنصاب هي او العصب البصري بصير مثل ما حكيت بالاول انه بدنا نحاول نحافظ على الشيء الموجود، وبالتالي خسرنا اكيد. يعني احنا اليوم ما رايحين لحاله الشفاء تام حكيم. اليوم وقت بيجي شخص لعندك وعم يشتكي من هذا الموضوع، كيف اليوم اجراءات التشخيص؟ هل في تشخيص خاص بهذا الحاله؟ هل في صور ممكن حضرتك تطلبها؟ هل في تحاليل؟ هل ممكن يكون في تشاركيه من اطباء اخرى؟ صحيح. هلا المريض السكري عاده مثل اي مريض يعني نفحصه فحص كلاسيكي اللي هو بنشوف قديش عم يشوف كحده بصر، بنشوف اذا عنده اسواء انكسار. كيف دكتور طريقه التاكد من الاصابه السكريه؟ فنحن اول شيء بنفحصه مثل ما بنفحص اي مريض، ثم ننتقل على الشيء اللي بهمنا اللي هو تنظير قعر العين. هو فحص روتيني وبسيط بالعيادة، بنقطر أطراف تتوسع الحدقة اللي هي البب الأسود بالعامي بيصير واسع هيك عشان نقدر نشوف كل أجزاء الشبكية جوا. ثم على نفس جهاز الفحص مصباح الشقي اللي اسمه سليت لامب موجود بكل عيادة عينية، بحط المريض عينه وبنقدر نطلع من خلال عدسة خاصة بتقدر بنحطها قدام العين بين الجهاز والعين، تعطينا منظر لكافة أقسام الشبكية الداخلية. في حال بدنا الأقسام المحيطية نستعمل عدسة أخرى بتعطينا الأقسام المحيطية البعيدة، وهيك بنقدر نشوف بالعين المجردة كطبيب مع استخدام الخبرة أجزاء العين كلها وأي إصابات موجودة سواء بالعصب البصري أو بمركز الرؤية هي اللثة الصفراء، أو إذا في عندي أي إصابات بمحيط الشبكية اللي ما بنقدر نشوفها مباشرة إذا الحدقة موسعة. هلا بعد ما نشوف هاي الفحوص هاي ونشوف انه في عنده علامات، هلا ممكن نشوف ما عنده اي علامات المريض ويكون شكوته اخرى يعني ما لها علاقه. ولكن اذا شفنا معظم مرضى السكري بتلاقي معركه جوات العين على نزوف على رشح على اغشيه وقايمه لقيامه، فبنضطر
نستخدم بعض الاستقصاءات مشان نقدر ناخذ قرار شو الشيء الطبي المناسب ممكن ناخذه. يعني اول شيء ممكن ناخذ تصوير الطبقات الشبكيه اللي بنسميها الاو سي تي، بيعطينا اذا في عندي وزمات او كذا بمركز الرؤيه. الشيء الثاني ممكن ناخذه هو التصوير الظليل، بيعطيني قديش في عندي نقص ترويه بسبب داء السكري صار بالشبكيه، وهيك نحن بنقدر نعرف شو بدنا نساوي له للمريض كعلاج. نعم. يعني صوره الاو سي تي وصوره الشبكيه الظليله بالاضافه لاستقصاءات حديثه وجديده هلا مثل صور الانجيوغرافي وصور تصوير الاو سي تي الانجيو يعني، وفي حال ما عندي رؤيه نهائيا يعني احيانا بيكون في نزف كامل يعني ما فيك تشوفي الشبكيه واجزاء، نضطر نساوي الايكو، في ايكو خاص للعين بنساوي بيبين معنا اقسام الشبكية اذا خلفيه سليمه ولا في عنده شد المريض مساوي له انفصال شبكية، يعني كمان السكري بيساوي امراض اخرى مثل انفصال الشبكيه والنزف الزجاجي، وبناء على الاستقصاءات اللي ساويناها والفحص المباشر بنتخذ اجراءات طبيه شو بدنا نساوي. تمام دكتور، خلينا نوضح اكثر اليوم شو هي درجات اعتلال الشبكيه السكري، خلينا نوضح اكثر ايمت ممكن تكون موضوع بسيط او ممكن يكون خطير ويؤدي لانه احنا نلجا لعند الطبيب. تمام، هلا نحن اول ما نفحص المريض عندي ثلاث شغلات ثلاث مراحل ممكن نساويها. اول شيء المرحله الغير عرضيه، يعني المريض عم يشوف مريض سكري عم يشوف منيح، فحصنا وسعنا الحدقة فحصنا الشبكية ما في شيء نهائيا، شبكية طبيعية تماما، وهذا الوضع كتير مهم وكتير غدار لأنه عند المريض لازم ما نقول له المريض فورا أنه الحمد لله ما فيك شيء، لأنه شو بيفكر أنه سكره 200 وأنا ما صار شيء بالشبكية وبالتالي ضلني عم باكل حلو قد ما بدي وآكل خبز وآكل رز وآكل انه ما بيصير. طيبين دكتور طيبين. اي طيبين طبعا، لكن طيبين هدول اللي بيضروا اطيب شيء بصراحه. يعني اسمه حلو. فعمليا المريض السكري بيحب الحلو اكثر من الانسان العادي. صحيح. لانه جسمه ممنوع مرغوب بلحظه، مو بس لانه ممنوع فيزيولوجيا، هلا الجسم عنده لما ما عنده مخزون سكر، هو ليش هو مريض سكري؟ لانه الانسولين اللي عنده قليل فما بيقدر يخزن سكر كثير، فهو لما بينقص السكر عنده الدماغ بيصير بيطلب سكر بشكل كثير كبير يعني، فبتلاقي مريض السكر بحب الحلو اكثر من الانسان العادي يعني، وهذا شيء طبيعي يعني. فنفحص اول مرحله سكره عالي ما في شيء، بنقله لطبيب الغدد بالتعاون معه انه مريض شبكيته طبيعيه، يفضل ضبط السكر حتى لا ينتقل للمرحله الثانيه. لحسن الحظ انه السكري بيقعد فتره طويله سنوات قبل ما يوصل للمرحله اللي بيضر اللي بيأثر فيها على الرؤيه، يعني بين 5 سنين احيانا لعشر سنين عند السكر المعتمد على الغير معتمد على الانسولين، يعني اللي بيصيب الكبار غالبا، وفتره اقل عند الشباب، الشباب بيتحملوا سنه سنتين ما بصير عندهم شيء بعدين بتدهور الوضع بسرعه. فعمليا المرحله الثانيه هي اعتلال الشبكيه السكري الغير منمي، نحن بنفحص بنلاقي شغلات هيك بسيطه مثل نمشات نزفيه صغيره، شويه رشوحات، بس مريض عم يشوف منيح 10 من 10 ما عنده اي مشكله نهائيا، بنكتب لطبيب الغدد المريض نبلش عنده بدايه علاج اعتلال شبكيه السكري، وهذا غالبا بيكون صار له 4 سنين 5 سنين من السكري الغير مضبوط. لكن قديش هيك المريض معه فتره منيحه حتى يقدر يظبط حاله وفرصه انه ظبط سكرك ليصير شيء بنشوف. المرحله الثالثه اللي بيدخل فيها المريض اللي هي اعتلال الشبكيه السكري المنمي، نفحص هيك بنلاقي بقى بلشت المعركة، بلشت الأخشية تمتد من العصب للمحيط للنزوف وعم يشد وبدها تنفصل الشبكية، والمريض عم يشوف 4 5 من 10 يعني نزلت الرؤية تبعه، زبط سكرك، لا خلص تعودت صار لي 10 سنين أمور منيحة وتعودت على الأشياء اللي عم شوفها خلص حاجتي هيك. المشكلة إنه بدك يعني اشرح له إنه حيدهور وضعك كثير يعني هلا مبدئيا هيك لكن بعد سنتين ما في هيك. وللاسف فعلا 50% يعني 50% من المرضى بيجونا بعد مثلا بيكون عم يشوف 5 من 10 بيجينا بعد كم سنه عم يشوف متر او مترين او اقل من 1 من 10. ليش؟ لانه صعب يقاوم الحلو. هو الحلو صعب يتقاوم. والله معه الحق يا دكتور، يعني مثل ما قلنا ان شاء الله هيك بصحه وسلامه للجميع. دكتور اليوم هذا الموضوع جدا حساس، وهيك بعنوان للفقره ونصائح جدا لكل الاشخاص اللي عندهم امراض سكري والاشخاص اللي عندهم خلينا نقول تاهب ليصير هذا المرض. اليوم كل الناس معرضه لهذا المرض وخاصه بزمان الضغوط النفسيه والازمات، باي لحظه ممكن ينصاب، شو بتحبي تقول لهم يعني كرمال
ما نروح للحالة الإسعافية دائما. هلا في عندي بعض الناس بتعتقد انه موضوع السكري بيصير يعني بيصير تحت الضغوط والكذا، هو للأمانة السكري يعني لما بده يكون بده يصير حيصير على كل الأحوال سواء كان في ضغوط ولا لا. طبعا ما في شك الناس البوردر لاين اللي عندهم يعني نقص وبده يصير ممكن الستريس يدفشه شوي لقدام يصير بسرعة، لكن في مفهوم خاطئ عند الناس، اللي بياكل حلو كثير اللي بياكل كربوهيدرات كثير كذا حيصير معه سكري. ما حيصير معه سكري، الجسم الطبيعي ما بصير معه سكري، الجسم المؤهب للإصابة السكري وخاصة اللي عندهم عوامل وراثية جاهزة بالعيلة، في ناس كثير عندهم مرضى سكري ممكن يصير عندهم سكري أكثر من غيرهم. مجرد ما انت شخصنا انه عندنا سكري رح احكي شغله كثير مهمه وحلوه، انه اذا انت ضابط سكرك بتعيش كانه ما معك سكري. كل المطلوب شويه اراده بالاول يعود حاله على ستايل اوف لايف، نوع نمط من الحياه الخالي من اكل الكربوهيدرات اللي هي الخبز، الرز، المعكرونه والبطاطا، ما ضل شيء. تمام، هذا هو عماد العمود الفقري تبع اكلنا بالبلد يعني، لكن بامكانه يستعيد عن شيء، يعني هو حاله سكري حاله خاصه بامكانه يستعيد بشغلات ثانيه، يعني حتى في كربوهيدرات مقبوله اكثر، يعني البرغل اهون شوي مثلا، الفريك اهون شوي، الخبز السكري يعني هو ما له يعني فيه كربوهيدرات لكن فيه الياف بتخفف كثير امره. الوقايه ثم بعد التشخيص بده يحاول واحد قدر الامكان انه يضبط سكره ويراقبه، ما بيهمني شو عم تعمل بالنهايه، بيجيني المريض بيقول لي والله ما باكل شيء، ما عندي كثير مرضى ما بياكلوا شيء بس سكرهم 400. هو بالنسبه له ما بياكل شيء، بياكل لما بيعمل لك هيك تفكري انه بياكل نص رغيف، بياكل نص ربطه عمليا يعني شو اسمه، بس انه بالنسبه له ما بياكل شيء لانه اللي حواليه بياكلوا اكثر، ما له مقياس، مقياسي انا التحليل، كل مرضى السكري بتحللوا سكر صباحي خلال فترات متقطعة بالأسبوع بس بالشهر، والخضار بالسكري طالما سكرك مزبوط لا بيهمني شو بتاكل ولا بيهمني شو عم تاخذ دواء، المهم تحليلك يطلع ظابط. وبالتالي مشكلة ضبط السكر بالنسبة لنا هي المشكلة الأساسية، ضبط السكر معناته ما في أعراض، خلص المريض بالسيف زون، فتت بعدم ضبط السكر على الأقل تابع حالك عن طبيب، الإهمال هو الأساس. نحن فينا نفرمل قدر الإمكان كطبيب، منساوي حقن، منساوي ليزر، منساوي قطع زجاجي، منفرمل من أخر، لكن إذا سكرك مو مضبوط النهاية حتمية، إذا مو هلأ بعد 5 سنين، إذا مو بعد 5 سنين بعد 10 سنين. تمام، يعني بالختام نصائح مهمة ومعلومات طبية. بدنا نشكرك كثير الدكتور أحمد موصلي اختصاصي بأمراض العين وجراحتها، أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا كثير، شكرا على الاستضافة، شكرا لكم، بسطنا كثير، إن شاء الله يكون في فائدة للجميع. إن شاء الله حكيم، شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو ودائما هيك بالصحة والسلامة لكل حدا. ومثل ما قلنا اليوم الكشف المبكر هو أهم أساسات العلاج، ممكن ما نروح أصلا للأمراض الشبكية. شكرا حكيم، شكرا، أهلا وسهلا، تشرفتونا. نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما نروح لنستقبل ضيفنا خلونا نروح لتقرير ونشوف اليوم شو أهم المشكلات يلي عم تواجهها الصيادلة وإيجاد الحلول المناسبة والحد من تسرب الكوادر الطبية والصحية ودعم الصناعات الدوائية لتوفير الأدوية النوعية والمزمنة. هي كانت محاور اجتماع المؤتمر السنوي لفرع نقابة صيادلة حمص بحضور فعاليات رسمية وشعبية، حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. المشكلات التي تواجه الصيادلة وإيجاد الحلول المناسبة والحد من تسرب الكوادر الطبية والصحية ودعم الصناعات الدوائية لتوفير الأدوية النوعية والمزمنة كانت محاور اجتماع المؤتمر السنوي لفرع نقابة صيادلة حمص بحضور فعاليات رسمية وشعبية. طبعا هذا مؤتمر سنوي يعقد من العام للعام، أهمية المؤتمر هو بلقاء الصيادلة معهم بالإضافة إلى نقابتهم والمسؤولين بالحزب الدولي ومديرية الصحة. يتم في هذا المؤتمر بحث كل هموم الصيادلة ومشاكلهم اللي بتواجههم أثناء أداء مهنتهم. في ظل الظروف اللي عم تعيشها بلدنا، طبعا هذا المؤتمر له أهمية كتير كبيرة بحيث أنه نحن بنعرض فيه المشاكل اللي بتواجهها المهنة ونحاول نلاقي لها حلول وطرح تزيل الصعوبات، وبالرفع من خلال المؤتمر مقترحات وتوصيات للمؤتمر العام من أجل معالجتها بالنقابة المركزية ورفع
على وزارة الصحة والجهات المختصة للاقي حلول تطور والمهني وتقدمها لما يخدم الوطن. اليوم المؤتمر فرصة كتير كبيرة لطرح المشاكل اللي بتعاني منها الصناعة الدوائية. اليوم الصناعة الدوائية هي صناعة رائدة عنا بالبلد، وطبعا اليوم فرصة نطرح المشاكل من خلال انعقاد هذا المؤتمر اللي عم تنظمه نقابة صيادلة حمص، ولنرجع بصناعتنا لزهوتها ما قبل الأزمة. حضرنا اليوم المؤتمر حتى نطرح كثير من المشاكل اللي بنواجهها بالمجتمع، ونأمل طبعا يكون في حلول قريبة بما ينعكس إيجابا علينا وعلى المجتمع ككل. الصيادلة عمل الوحيد هو إما بالصناعة الدوائية أو بالصيدلية المجتمع، والدور اللي بيقوموا فيه بالصناعة الدوائية هو بيتطلب طبعا دائما تشجيع، دائما لتطوير، دائما لخلق مناخ جديد للعمل في الصناعة الدوائية. هذا المؤتمر فرصة إن لحتى نعبر فيه عن همومنا وعن مشاكل الصيدلة، خاصة بهالظروف اللي عم نعيشها حاليا وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. لازم تكون في طريقة نحاول مثلا نأمن فيه الأدوية المستوردة، دعم الصناعة الدوائية بحيث أنه نقدر نأمن حاجة المواطن بدون ما يضطر يجيبها من أي مصدر ثاني. المؤتمر السنوي لنقابة صيادلة حمص يهدف إلى تطوير العمل النقابي والمهني بما يضمن استمرار العمل وتنظيمه لتحقيق الفائدة للمجتمع. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي، ورح نحكي أكثر اليوم عن متلازمة بنسمع عنها كثير ولكن ما بنعرف تفاصيل أكثر ولا بنعرف شو هو الحل. متلازمة الحياة المؤجلة أو السعادة المؤجلة هي المتلازمة يلي بتصيب الشباب بأعمار 20 و30، لأنه بهي الفترة بيكون في أحداث مصيرية كثيرة، ممكن يكون في مسؤوليات إن كانت دراسية، وظيفية، اجتماعية، عاطفية. اليوم أكبر غلط أنه الشخص يأجل سعادته لبعدين، يقول أنه أنا بس أحصل على وظيفة معينة رح أكون مبسوط أكثر، بس أتزوج رح أكون أكثر. هذا الشيء قد إيه غلط اليوم يا رشا أنه نأجل؟ لازم نستمتع باللحظة اللي نحن موجودين فيها. ما بدك أول شيء نحن نقدر ندرك أنه هاي اللحظة اللي نحن عم نعيشها ممكن ما تتعود بحياتنا، ممكن ما ترجع تمرق علينا. فكتير من الأشخاص مثل ما قلتي هايدي أنه بيقولوا أنه أنا بس لحتى حقق هدفي رح ارجع اشعر بالسعادة اللي انا عم بطمح لها، رح جمع مصاري لانه رح يجي يوم انا اصرفهم بالمكان الصح، وهذا اليوم اكيد ما رح يجي لانه كون تعود صح على الضب، فبتروح السعادة وبضيع العمر. وهي هات بقى نقدر نرجع يوم راح من اعمارنا. شو هي الاعراض هي المتلازمة؟ يمكن الوهلة الاولى بنقول السعادة، متلازمة السعادة، اشارات استفهام كثير حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، اعراضها، اسبابها، وكيف نحن قادرين نتخلص منها، وهي اللي هي حالة نفسية ممكن تؤدي للاكتئاب. أكيد حتخبرنا عنها دكتورتنا لليوم وهي الدكتورة غالية سعيد، أخصائية نفسية واجتماعية. سعيد صباحك. يا صباح الخير. أسعد صباحك دكتورة. صباح أهلا وسهلا فيك. حاولنا هيك نعطي تعريف مبسط عن هي المتلازمة، موضوع حلو حابين أكثر نتعمق بتفاصيله ونوضح للمشاهدين نحن شو بنقصد اليوم بمتلازمة الحياة المؤجلة. تمام. أول شيء شكرا على المقدمة اللي كتير حلوة اللي حكيتوها، بصراحة حكيتوا شيء واقعي وكتير نسبة كبيرة من الأشخاص عم تتعايش مع هاي الفكرة. شكرا لك. متلازمة الحياة المؤجلة مثل ما قلتي اسم شوي غريب، أو إلى اسم تاني متلازمة اسمها يوما ما، أو في الوقت اللاحق، أو في ما بعد يعني أنا بهم عم أجل عم سوي. غالبا من اسمها هي متلازمة، فهي للأسف إحساس بده يلازمنا، بده يرافقنا بمراحل كتير كبيرة، بمواقف كتير كتيرة بحياتنا. لكن على المتلازمة إلى الآن خلينا نطمئن بس اللي عم يحضرونا أنه ما تشخصت على أنه اضطراب نفسي أو عصبي، لكن بقيد الدراسة إذا ظلت مستمرة وعم يضل يطلع لها كتير ضحايا المتلازمة للأسف ممكن تكون بوابة لأمراض ومشاعر سيئة نفسية. شو هي نمط تفكير سلبي بإحساسنا بأنه أنا غير مستعد باللحظة الراهنة لكون سعيد، أو على الأقل ممتن، أو على الأقل مبسوط مثل ما منقول للإنجازات اللي أنا وصلنا. قالت هايدي كلمة كتير حلوة، حصلت على الوظيفة اللي أنا كنت عم بحلم فيها. صحيح. بس مو هلأ رح أفرح، لا أقبض الراتب اللي بعده أو لا تجي الترقية اللي بعده، وبالتالي الوقت عم بيمرك واللحظة اللي راحت أنا ما قدرت أستمتع فيها. الشخص اللي كنت بتمنى أني أنا أطمح أتزوج فيه أتزوجته، بس لسه بيقولوا هلأ أنت سعيد مبسوط وصل، لا 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 لحتى أشوف شكل حياتي معه، أو لحتى يكون عندي أطفال، أو دائما بيحط.
غالبا الاشخاص اللي بيعانوا من متلازمه الحياه المؤجله كثير بحديثهم بتلاقيهم بيسوفوا، يلا بعد شوي، يلا ليصير، يلا لنشوف لنطلع النتائج، بيفقدوا متعة اللحظة اللي قاعدين فيها وبيتركوا سعادتهم إلى وقت ما حدا بيعرف، ويمكن ما يجي أساساً هذا الوقت ويمكن يكون كتير طويل الأمد وبعيد. طيب هاي المتلازمة كرمال نحن ما نصل أكيد في اليوم تقنيات جداً مهمة، قبل ما نروح للتقنيات خلينا نحكي عن الأعراض الأشخاص اللي عندهم هاي المتلازمة. أكيد هي ما نك شيء كتير شائع أو ما نك كتير شيء ظاهر على الشخص تقولك أنا عندي متلازمة السعادة اليوم يا نيالي يعني. تمام. شو هي أهم الأعراض يعني؟ بتحسي الناس سلبيين، ناس عندهم طاقة التأجيل يعني؟ لا عزيزتي، غالبا دول الاشخاص اللي بيعانوا من هذا الموضوع حتى لو وصلوا للشيء اللي بدهم اياه بتحس الفرح تبعهم مؤقت. صحيح. يعني ما بيعطوك الفرحه اللي عم يستنوها، واذا سالتيهم ليش بقول لك خايف، دائما بيعبروا بكلمه خايف، بركي ما ضليت هاي الساعه اللحظه، بركي ما ضليت هاي السعاده، بركي صار شيء طارئ، ودائما عندهم في يعني تخيلات انه احتمال يصير هيك، احتمال يصير هيك، وحتى بهن اللحظه اللي قاعدين فيها بضلوا عم بفكروا بحاله توتر وقلق لا الحاله اللي جايه فيما بعد. طيب وبركي صار هيك، طب استمتع باللحظه اللي انت قاعد فيها. لا 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 ما بقدر، انه لعل وعسى يكون صاير هيك، لعل وعسى يصير هيك، ما بدي. غالبا نظرتهم للحياه هي ما انا كثير انه في اشياء حلوه رح تصير، هن اشخاص بيعيشوا باللحظه الراهنه اللي هي هلا فيها، دائما بتلاقي عندهم حاله من القلق من التوتر من بعض التخيلات اللي ما بتكون ظابطه، بركي ما زبطت، بركي ما نجحت، بركي سحبوا مني، بركي اخذوا مني، بركي تركي، بيجذب هي الطاقة. تمام. بضلوا بيشتغلوا على هذا الاساس، وبالتالي هذا الشيء بتلاقيهم بعد فتره عم يعانوا من مشاعر اكتئابيه كثير، بتلم منه بتلاقيهم بفيقوا الصبح متضايقين، طب شو بك؟ ما بعرف بس انا مالي رايق. صح. شو بك اليوم؟ ما بعرف. طب في سبب مباشر؟ لا لا لا. وبيعبر دائما بكلمه انا خايف. خايف من شو؟ خايف من المستقبل. صحيح. يعني خايف من اللي جاي، مع انه ما بيكون في شيء واضح بس خايف من اللي جاي. فوبيا. تمام. غالبيتهم ممكن يعانوا من بعض الكوابيس بالليل لانه بيكوبسوا بيصيروا بالشيء اللي عم بيفكروا فيه، نحن بنعرف انه الدماغ بالليل بده يمرقنا بعض المعلومات. بيعانوا من احلام اليقظه بشكل كثير كبير، لانه الخوف اللي عم يعانوه عم يترجموه على شيء عم يتحقق بالسريع. كأن قاعدين وصافنين عندهم كل صفنين، شو عم بتفكر؟ عم بفكر بعد سنة وين رح كون أو بعد شهر شو رح يصير، فما بيقدر يستمتع بهاي اللحظة. تمام. طيب اليوم فينا نعتبر أنه هذا الشيء هو نوع من الاكتئاب أم لا؟ نحن ما فينا نعمم على الكل هذا الموضوع. تماماً. للأسف دراسات كتير قالت أنه العلماء أنه نحن إذا ضلينا بهاي المتلازمة وما قدرنا نخلص حالنا منها فهي أرض كتير خصبة، بوابة كتير كبيرة لنفوت ب مشاعر الاكتئاب. ما رح نقول دغري الاكتئاب ومكبرة على الآخرين. تمام. المشاعر الاكتئاب اللي هي الإحساس بالدونية، الإحساس بعدم التقدير الذات، الإحساس بأنه أنا ما عم بعمل شيء بالحياة، القلق المعمم بيكون العنوان الأساسي لأصحاب المتلازمة، دائما متوترين، دائما خايفين. فهذا الشيء أكيد بده يكون بعد فترة، ومع الفكرة الفترة ما رح تكون كبيرة. أنا بأكد لكم اللي بضل بهاي المتلازمة أو هلا انتبه لها، بعد 15 ل20 يوم رح يشعر إنه بالاكتئاب ورح يعبر أنا مكتئب. حيقول أن أنا مكتئب، هاي الكلمة الشائعة اللي مستعملة. استسلمت. أنا اعترفت. تماماً أنا اعترفت. بلا ما نروح لي الاكتئاب وما نفوت بهاي المتلازمة، أكيد اليوم في خطة علاج من قبل كأخصائيين. هل خلينا نقول أول شيء، هل هذا الشخص ممكن يقطع بهاي المرحلة ويرجع الحياة الطبيعية؟ وإذا ما قطع كيف ممكن تتعاملوا معه نفسياً؟ تمام. هلا خليني احكي شغله ما كثير حنحبها كلياتنا. بتعرفي انه نحن هلا بالوقت الراهن نسبه كثير كبيره من شريحه المجتمع عم بتعاني من متلازمه الحياه كلياتنا. انا كلياتنا بصراحه. ليه؟ لانه نحن عايشين على امل انه هلا ما رح نكون فرحان بس اللي جاي رح يكون افضل، وبالتالي عم نخسر اللحظه والاحساس باللي قدام، فنسبه كثير كبيره. طيب اليوم يا دكتوره اذا اللحظه ما انا عم تساعدك انت كيف بدك تفرحي فيها يعني بالنهايه يعني؟ فهون بيتدخل بقى الاختصاص بيقول لك انه نحن كرمال نخفف على حالنا، لانه انا ما بعرف شو ممكن يصير بعدها، فخليني احاول، ما حقول استمتع، خليني اقول اتقبل الوقت اللي انا عايش فيه هلا تفاديا، لحتى على الاقل اذا كل شيء منظر حوالي ما اخسر نفسي. يمكن التقبل والرضا كثير مهم، نقطه كثير اساسيه. قال التقبل والرضا حالة نوعا ما ممكن تكون جيدة، وفي دراسة إذا بتسمحوا لي حمرقها على السريع إنه قال المتلازمة نشطت أكثر أثناء دخول وسائل التواصل الاجتماعي. عملت عزلة يعني؟ لا، لأنه عملت مقارنة. نحن
كشعب مثلا صرنا نقارن مع شعوب اخرى بظروف اخرى، فصرنا نطلع انه هدول ليش يعني مزبطين امورهم احسن منا، ليه هدول مثلا مرتاحين اكثر منا، هدول شو بيفرقوا احسن منا، نحن مثلا قدراتنا اكثر بس هن امكانياتهم افضل. صحيح. فالسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عملت مقارنه. اذا بدنا نقيس على الصعيد الشخصي، خليني اقول مثلا فتحت يوم من الايام فيسبوك لقيتي صديقتك اللي هي مو مثل مثلا مهاراتك او اقل شوي، بس وصلت لاماكن انت ما كنتي بتتخيليها، شو راح يصير باللحظه هيك؟ اول ثانيه انه اول شيء حتقولي انه كيف وصلت هي؟ صحيح. يلا انا بعرفها اقل مني بكثير، يعني ما عندها الشيء اللي انا بعمله. بصير عندنا لحظه الشيء اسمه السعاده المؤجله، انه يا الله هي توصل وانا باقيانه. فالمقارنه العدو الاول، واللوم هو انقطع السلاسل، اللوم والنقد والمقارنه هن البيئه المغذيه لهي المتلازمه لحتى تطلع. والمعايير الاجتماعيه الدقيقه جدا، بيتي لازم يكون احسن شيء، حياتي افضل شيء، شغلي افضل شيء، ما برضى غير الراتب الكامل، الزوج المثالي، العائله المثاليه، كلياتهم حضل هلا مالي سعيده ليصير بيتي مثل ما بدي، لاخذ الشغل اللي انا بحلم فيه، ليصير الاولاد مثل ما انا بدي، وقتها بصير فرحانه. بيمرق الوقت وما صار على مشي. تماما. واليوم قد ايه يمكن الاوضاع الماديه بتلعب دور بهذا الموضوع؟ التطورات الكبيره والتغيرات الموجوده بالحياه بتاثر اليوم وبتؤدي انه الشخص ياجل كثير من الامور طبعاً. بحياته يمكن غصبا عنه هذا الشيء. اكيد الامور الماديه والحاله الاقتصاديه بتساعد بشكل كثير كبير. يعني اذا هلا انا بدي اقول لك افرحي باللحظه اللي انت فيها، طيب اذا انا هاي اللحظه عم بصرف عليها مصاري مين بيعوضني عليهم؟ هذا اول سؤال بيجي. لذلك نحن بنقول انه هي موجوده، بدنا نخفف عن الناس شوي انه نحن نتقبلها، ولكن بدنا نحط لها حد على الاقل انه ما تتمادى هذا الشيء، لانه الحاله النفسيه اذا ما ضبطناها بتوصلنا بحالات يعني بتخسرنا كل شيء بعدين. فالحاله الماديه ما بدنا ننكرها ابدا، موجوده وطارحه حالها وبقوه. اكيد. يعني ما بقى فيكي ما عندك هي بقى الفقره باكتئاب السعاده او لازم تساعدي انه انا في اشخاص عم يضبوا ايدهم لحتى يصرفون بيوما ما، اليوم ما في يوما ما. ما في يوما ما. طيب الدكتوره اليوم فس في نقطه حكيتيها ولكن خليني اعقب عليها، انه نحن بنحصل على الوظيفه ما كثير بنكون مبسوطين، بنقول لانه نحن ما ترقينا او ناطره الترقيه، ولكن قد ايه شعور بشع وقت اللي انت بتحصلي على الشيء اللي بدك اياه بوقت متاخر جدا. تماما. وهون بروح الشغف، وهي نقطة من نقاط متلازمة الحياة المؤجلة، فقدان الشغف. لا تستهينوا بالكلمة أبدا. شيء كنتي أنتي عم بتحاربي لتوصلي له وتأخر كتير أو كتير بذلتي مجهود، بس لما وصلتي له بتقولي طب، بيقول لك طب هي وصلتي، مالي حاسة بالإحساس اللي أنا بدي. هاي الفرق. ليه؟ لأنه راح الشغف من هذا الموضوع، إما لأنه كان كتير الطريق متعب، أو لأنه اضطريت أني أعمل هيك وهيك وأتعذب وأدفع كتير غراماتي تجاه هذا الشيء، فرح الشغف. وبالتالي بوصل لهي المرحلة بعاني من فقدان الشغف يلي هو الانهيدونيا، بيصير بشكل مؤلم. نعم. متلازمة الحياة المؤجلة. تمام. وحكينا يمكن وضوينا كثير عن سلبيات هي المتلازمة، اليوم في شيء إيجابي بهذا الموضوع؟ ممكن تكون الحالة طبيعية أو لا ممكن تكون فعلا خطيرة على الشخص؟ هلا بتكون طبيعية إذا لقيتي حالك، راقبتي حالك، إنك أنت بين كل فترة وفترة في عندك شيء بفرحك. يعني شفتي صديقتك تسريتي ولو إنه ربع ساعة. تمام. أكلتي أكلة طيبة فانسريتي ولو إنه 10 دقائق، فمعناتها نوعا ما أنا عم عاني من مشاعر بس مالي عايشة بالمتلازمة. لكن إذا لقيت أنا كل شيء عم بيصير بحياتي عادي، أوكي شو يعني ما كتير فرحان، ماشي تمشايت حال، فأنا هون لا لازم أوقف شوي وقول إنه لا في مشكلة مشان ما أتمادى فيه مع بعض وفوت بدوامات أخرى. بلا ما نفوت بدوامات. بدنا هيك نصائح لليوم لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم، كيف احنا قادرين نحاول نقنع انفسنا اليوم؟ اقنعوا انفسكم يا جماعه انه احنا وليدين هي اللحظه اللي نقدر نعيشها صح ونخلي بكره لبكره. اكيد اليوم الحذر واجب يعني، ولكن طبعاً. ما نروح بفوبيا الخوف، هذا كمان انت عم تصدري للناس اللي حواليك بالنهايه. اكيد طبعا. دكتوره اليوم هيك بنصائح بموضوع السعاده. تمام. اول شيء انه نحن نحاول عن جد نعيش كل لحظه انه كانه هي اخر يوم. في مقوله كثير حلوه، عيش آخر يوم كأنه هو آخر إنجاز بحياتك. نوعا ما إذا بنقتنع فيها خلينا نقول بتريح شوي. النقطة اللي كتير مهمة بعد دوره على الناس اللي بتساعدك لتكوني مبسوطة. يعني مثلا عندك صديقة إذا أنت عملتي أظافير وطلعوا كتير حلوين، فهي بتعبر بطريقة كتير حلوة إنه يا الله شو حلوين. شفتي هذا الإحساس هيك؟ إنه روحي لعندها، حاولي انك انت تكوني موجوده معها. عامله اليوم شعرك بطريقه كثير حلوه، فهي الرفيقه اللي معك كل ما بتشوفك كثير بتقول لك يا الله شو حلو، كثير حبيت، فهي بتعطيكي هذا الاحساس الحلو. هي الطاقه الحلوه. هي الشغلات بعد فتره بتصير تراكميه. وكافئوا حالكم لو بفنجان قهوه وقطعه شوكولا. اها. ما بحب الشوكولا. اكيد. واللي ما بحب الشوكولا بيعود.
ودي شغلة أنت بتحبيها، يعني عزموا حالكم على أكلة طيبة ولو لحالك، اشتري طياب تحكي حالك فيها، وقفي على المراية احكي مع حالك بطريقة هيك ظريفة ولطيفة، ما لقيتي حدا يمدحك أوكي أنا أحسن حدا على هالكرة الأرضية وبدلل حالي. يمكن لأنه صوت وصدى القصة كتير نشوف إنه الناس عن جد بتوقف على المراية بتقول أنا حلوة، أنا اليوم حيكون يومي حلو، أنا ماني بحاجة حدا، أنا قوية، وهي بترددات بتجي يعني صح. عبر صدى الحياة طبعاً. أولاً بتكوني عم تحكي على الأقل مع حدا فهمان، ما تشوفي صورتك على المراية يعني حدا ما رح ينقشك كثير، حدا فهمان الواقع تماماً يعني، وثانياً بتكوني عن جد يعني نوعاً ما عم هيك يعني عم تشوفي وجه حلو. وعلى فكرة مو بغلط أبداً توقفوا على المراية وتتغزلوا بحالكم، في ناس تقول لك شو هاج ضرب جنان يعني تغزلي بحالك وقولي شو هالوجه الحلو وشو الشعرات الحلوية، طول مالك واقفة. كل ما مرقتي واحدة من الناس اللي عالجت حالة من متلازمة الحياة المؤجلة كانت حاطة مراية، كل ما بتمرق تطلع على المراية تقول تسلم لي هالوش الحلو. فإنه بعد فترة حست أنه صار في عندها حالة من الدعم الذاتي وقدرت تستمتع باللحظة. أكيد بالختام معلومات كتير مهمة اليوم من حضرتك، خصوصا أنه نسبة كتير كبيرة من الأشخاص اليوم مصابين بهي المتلازمة، لهيك دايما حبوا حالكم وتقبلوا أغلاطكم وعيوبكم وكونوا دايما ممتنين ليومكم العادي وروتينكم لأنه هو أكبر نعمة يا رشا. أكيد هايدي، شكرا دكتورة لحضورك، يومك حلو وسعيد بعيدا عن المتلازمة يعني إن شاء الله كلياتنا سوا يا رب. حبيبتي كلك ذوق، أهلا وسهلا بحضرتك نورتي صباحنا لليوم. أما نحن صباحنا لهون خلص وقتنا معكم لليوم، يومكم حلو مليء بالسعادة والخير والصحة والرزق الكريمة، كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، المعدي حلا سلمان والمخرج جعفر أحمد وكل الفنيين الموجودين بالكنترول، ما بدي أنسى حدا اليوم، مي مسهلة وعلا شكرا لكم ولكل المصورين، كونوا بألف خير. شكرا يا هايدي. شكرا لك يا رشا، وأكيد بدنا نشكر كل المتابعين يلي تابعونا لليوم بصباحنا، ولا تنسوا تتابعونا بكرة مشاهدينا بنفس التوقيت، ومن هلا لبكره تبقوا بخير.